اهلا بحضراتكم من جديد. كره اليد سيده السنه اللي فاتت وكان موسم غير متوقع، كان موسم صفري، يمكن خسرنا الثلاث بطولات، ولكن كعاده النادي الاهلي وقف، يعني كان واقفه، بدا يشوف اخطائه، بدا يصحح الاخطاء، اللاعبات نفسهم من غير ما حد يتدخل شافوا القصه ايه، بداوا يعالجوها. السنه دي الحمد لله ثلاث بطولات من ثلاثه، رجع تاني النادي الاهلي، يعني يمكن 30 سنه طول الدوري، بعد كده دروب بسنه ما خدناش البطوله، وبعد كده تاني في نو تايم في موسم واحد نحتكر الثلاث بطولات. كان لازم يكون معانا نجمتنا ونجومنا النهارده في البرنامج. بنرحب في البدايه بكابتن الفريق الاسطوره طبعا نصر عيد عبد الملك. اهلا بيك يا نصر. اهلا كابتن، ازي حضرتك؟ مبروك على هذا الانجاز الكبير. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. صح حضرتك. طيب وبرحب طبعا برحب طبعا بنجمه الفريق ايضا ليلى هيثم، احد العناصر المؤثره جدا السنه دي في حصول الاهلي على الثلاث بطولات. اهلا بيك يا ليلى. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. يمكن اول مره تشرفونا في قائد النادي الاهلي. ازي حضرتك؟ تمام. عرفينا برضو، يعني نتعرف الجمهور طبعا يا نصرة، كابتن نصرة وكابتن ليلى، يعني طبيعة مراكزكم في الملعب، مركزك ايه، البطولات اللي حصلت عليها وكذلك. والله يعني انا الحمد لله السنة دي بلعب بشكل مختلف. السنة دي لعبت في كذا مركز، لعبت وينج، ولعبت ساعات بلعب صانع العاب، وكنت بلعب فيرود. يعني السنة دي المراكز بتاعتي زي ما بيقول الجوكر بتاع الفرقه، يعني الحمد لله كان ربنا موفقني السنه دي، يعني الحمد لله. نصر، خليني اقول لك انه حته برضو عايز اقولها لك يا ابو حميد، يمكن بقى ملعبي بقى شويه اقول، يعني لا خد بالك، اصل انا عارف برضو متابع نصر ومروه عيد ونجومات اليد بالظبط، ولا وحنان كمان عرفتهم الثالثه. خليني اقول لك ان انت فاجئت كل السنه دي ان انت لعبتي في اكتر من مركز، ومش بس لعبتي، كان طبعا بقى في اصابات، في امور بيحصل فيها عجز، لدرجه ان في الوينج ما كانش فيه، في ماتش لعبته ما كانش فيه اي لعيبه جاهزه تلعب، وانت رحت سديتها، لا كنت بتلعبي وبتتالق. والله يا كابتن يعني الحمد لله، يعني انا من السنه دي واخده تحدي بيني وبين نفسي ان انا السنه دي عايزه اطور نفسي بشكل اكبر من كده. السنه اللي فاتت طبعا كان في عدم توفيق غير عادي خالص، كنت ببقى زعلانه جدا، ان انت عارف طبعا النادي الاهلي ما فيش حاجه خساره، بالذات عندي في البيت كمان الموضوع كان مؤثر فيا بشكل نفسي كبير. فالحمد لله يعني كان توفيق من عند ربنا السنه دي، وكلنا تعهدنا مع بعض ان احنا نكسب وناخد الثلاث بطولات، ان احنا نرجع تاني في مكاننا الطبيعي وكده. وكنت الحمد لله السنه دي برده مركزه ان انا في اي مكان الكابتن هيحتاجني فيه هادي فيه، بس نكسب. هي دي الروح. خليني اقول لك برضه يا احمد، لا قبل ما تروح بقى ليلى، انا اقول لك لا لا ده انا عايز اقول لك على حاجه كويسه، لا ده انا شايفك راح ليلى. تعرف ان ليلى بيشبهوها بصخره الدفاع ابراهيم المصري عندنا؟ بص انا كنت هسالها لقب الرشاش جه منين، فانت قلت لي لقب تاني. نصر عيد. لا اولا مركزك في الملعب ولقب الرشاش بقى، ايه حكايه لقب الرشاش بقى؟ انا مركزي فيرويد، ويعني لقب الرشاش ده كابتن الفرقه هي اللي قالت لي الاسم ده. يعني طب هتقولي لي انا خدت كام بطوله، ونرجع بقى هي تقول بقى السبب انها اطلقت عليك اللقب ده. انا متساعده من الفيرست تيم بقالي اربع سنين، خدت ثلاثه دوري وثلاثه منطقه وثلاثه كاس وواحد كاس سوبر، وبس يعني السنه اللي فاتت بس هي اللي ما خدتش. بس ما جاوبتيش على السؤال برضه، ايه هو ايه الرشاش؟ ايه لا ما هي نصر اللي هتقول بقى هي ليه الرشاش، ليه اطلقت عليها الرشاش؟ انا مديها لقبين، دبابه والرشاش. طب ليه اللقبين؟ ما شاء الله ليلى السنه دي ماشيه بشكل كويس جدا. السنه دي هي اشتغلت على نفسها، طورت من نفسها جدا، العقليه بتاعتها اختلفت تماما عن الموسم اللي فات خالص. السنه دي ساعدت الفرقه بشكل كبير جدا، كهي او كشهد او كليله في المركز دوت، كانوا بيساعدوا بعض جدا. احنا الاربعه مثلا بنلعب سنتر فيرود، انا مثلا اول سنه العب فيرود، فهم كانوا بيساعدوني بشكل كبير جدا طول السنه، ان انا كنت غيرت مكاني وكده. فهي فعلا دبابه يعني قويه جدا في الدفاع وفي الهجوم، ورشاشه بقى يعني جامده الصراحه.